فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. ما زلنا في رحلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، نقتبس ونلتمس ونقتدي ونهتدي حتى نتشبه بهم حتى في الدعاء. اليوم ما زلنا في رحلة سيدنا موسى الكليم عليه السلام في دعائه، ونحن سنأخذ سيدنا موسى أكثر من حلقة وأكثر من دعاء نظرا لحاجتنا إلى هذه الأدعية. سيدنا موسى مر بأمور كثيرة في صبره على قومه، تحمله، توجيههم، إرشادهم، إعانتهم ومساعدتهم. النهاردة الدعاء جميل، نريد أن نلتفت إليه. كل واحد محتاج يسمع الدعاء ده، بس أريد أن أقول: من يريد أن يعينه الله فليكن في إعانة الناس. لو ساعدت الناس لساعدك الله عز وجل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ماذا قال؟ قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعين الآخرين، تعان من قبل رب العالمين. القصة إيه؟ سيدنا موسى وبنتي شعيب، بنتين ذهبتا لتسقي الماء من بئر، وغطى البئر يعني ثقيل، فوجد كمان البنتين وجدتا أناسا كثيرين من الرجال. البنتين يعملوا إيه؟ يقفان بعيدا حتى ينتهي الرجال من السقي، من الإتيان بالماء. هما يريدان الماء لوالدهم شعيب الذي في البيت، لحاجتهم، ليشربا، ليسقيا الزرع، ليقضي حوائجهما. فعندما ذهب الزحمة إيه يعمل البنتين؟ وقفتا بعيدا حتى يسقي الرجال. سيدنا موسى شهم، سيدنا موسى عنده نخوة وفتوة، فما تحمل هذا الأمر وسقى لهما ودخل في وسط الزحام، وقيل من بئر جديدة، رفع الغطاء الثقيل وكان قويا، وسقى للبنتين اللتين لا يعرفهما، مجرد نخوة، مجرد شهامة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، حب يرتاح لأنه تعب تحت شجرة، تحت ظل أي حاجة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، بعد ما عمل كده أحب أن يتكلم، ماذا قال؟ فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كمان شوف الدعاء الجميل ده، يقول لله عز وجل: يا ربي أنا محتاج. القاعدة هنا المهمة: إذا أعنت أعنت، إذا ساعدت الناس ساعدك الله، إذا كنت في قضاء حوائج الناس كان الله في قضاء حوائجك، إذا كنت تسهل الأمور للخلق سهل الله لك كل أمرك. اللي ناخده هنا من هذا الدعاء، أنا بقول لكل واحد وبالذات الذي يريد زواجا، بنت عاوزة تتجوز، ولد عاوز يتجوز، إنسان يريد قضاء حاجته، إنسان فقير، مريض، إنسان مبتلى، مظلوم، أي شيء يعمل يساعد الخلق وبعد كده يلجأ بهذا الدعاء. طلع صدقة، ساعد الفقير وتعمل بالدعاء ده تقوله على طول. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، قال إيه الدعاء اللي نحفظه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد كده سيدنا موسى تزوج من إحدى بنتي سيدنا شعيب. يبقى هنا استثمر هذا الدعاء يا من تريد الزواج أو قضاء الحاجة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.